بالنسبة إلى يوم 1/10/2022 هو بالتأكيد يوم استثنائي يمر على العراقيين بشكل عام وعلى ثوار تشرين بشكل خاص بسبب الانطلاق ثورة تشرين، الثورة البيضاء التي انتجت من خلال رحم المعاناة والمتراكمة بسبب الحكومات التقليدية السابقة التي قادها الإسلام السياسي بعد احتلال العراق. يوم 1/10 المقبل 2022 حتما ستكون في بغداد، لأن المطالب، سقف المطالب ارتفع أكثر، اسقاط النظام يعني هو الهدف، لأن هذا النظام الصراحة يعني انتوا شفتوا أكيد حتى بيت الكاظمي لم يسلم من القصف الميليشيات الخارجة عن القانون، فكيف المواطنين العزل مثل أبناء تشرين الذين قتلوا بدم بارد في وضح النهار، ولحد هذه الساعة لا يحاسب أي قاتل وأي قائد من هؤلاء القتلة الذين تسببوا بقتل أبناء شباب تشرين العزل. الصراحة على ما يبدو يعني أمام الجميع أن الحكومة متواطئة مع هذه الأحزاب الإسلامية العفنة التي طالت يدها بقتل وسرقة أبناء هذا البلد. الأحزاب طبعا مثل ما ذكرت لك أحزاب إسلامية جاءت على الدبابة الأمريكية، عمالة مزدوجة عندهم، الآن هم في أحضان إيران، وإن شاء الله في الأيام المقبلة وهذه تشرين أؤكد لك بغضون هاي الأحداث ستكون حاسمة. قلت لك هاي راح تكون حاسمة لأن نحن في منعطف تاريخي، نحن على شفا حفرة، إما الشعب وخروج البلد من هذه الأزمات ونفق المشاكل التي تسببت بها الأحزاب الإسلامية بشطريها السنية والشيعية وخاصة تلك التي لديها ميليشيات توالي إيران وأذنابها. مقبل علينا الأيام المباركة، أيام الثورة الخالدة، ألا وهي تشرين عظيمة. من يقول أو يتوقع أن يوم 1/10 هو استذكار للثورة؟ لا، إنه ليس استذكار للثورة، إنها يوم استمرار وتجديد العهد إلى الشهداء. لم نأخذ ثأر الشهداء، لم نأخذ ثأر الشهيد بعد، ونقول هي استذكار. الثورة لا زالت مستمرة، والثورة في عموم العراق من أقصاه إلى أقصاه، وسوف ننزل وسوف ينزلون أخوتنا الأشاوس الثوار العراقيين الأحرار في مختلف ساحات العراق، كل الساحات في مختلف مسمياتها هي روافد من تشرين العظيمة. ليس لدينا ثقة لا بالحكومة السابقة ولا بالحكومة الحالية، لأنه مهما كان فهذه الحكومة هي حكومة محاصصات وأحزاب، فلذلك ليس لدينا ثقة، ومن المتوقع أنه سوف يكون قمع، وإن كان هنالك قمع فنحن سوف نخرج بسلاحنا المعتاد، ألا وهو السلاح الفتاك، هو العلم العراقي والصوت الجريء الوطني الحر، هذا سلاحنا الوحيد، ألا وهي السلمية التي أذلت ومرغت أنوف الأحزاب الفاسدة في التراب. ارتهينا إلى أن ننزل ونجدد النزول بالتظاهرات، لأن مثل ما تعرفون ماكو شيء تحقق من المطالب اللي طلعت فيها مظاهرات تشرين 2019، لذلك هي مو تجديد الذكرى نهائيا، لأن احنا ما توقفنا عن التظاهر على مود نستذكر وننزل على مود نستذكر الشهداء اللي طاحوا عندنا والمظاهرات ونجدد خلينا نقول المطالب طلعنا بيها بالأول، هي تجديد واستمرار للتظاهرات اللي حصلت من 2019 لليوم، ما توقفنا نهائيا. لذلك يوم 1/10 راح يكون نزول مختلف في بغداد تحت النسور، راح ننزل بتنظيم عالي، مطالب واضحه، حقه ومظاهرات سلميه، ونأكد ونرجع نقول على السلميه، وما راح يتغير هو اصلا ديدن تظاهرات 2019. لذلك يوم 1/10 في ساحه النسور راح يكون انه قول وكلام مختلف عن باقي الايام. لذلك نزولنا راح يكون بمطالب ثابته اللي طالب بها محتجي تشرين ب 2019 والى اليوم، واحتمال انه يكون اكو دخول الى الخضراء، ومكان التظاهر اللي اختاريناه لانه قريب من خلينا نقول عقر الفاسدين، منطقه الخضراء او على ابوابها، يعني بمنطقه النسور او العلاوه هي بالقرب من المنطقه الخضراء.
لذلك راح نجدد ونصيح ونقول مطالب الشعب إلى أن يتم تحقيقها، وما راح شيء يثنينا عنهم، لا القمع ولا الاعتقالات ولا الاغتيالات ولا الدعاوى الكيدية ولا أي شيء من خلينا نقول الأدوات القمعية اللي استخدموها يعني 2019 لليوم. لذلك ما راح نتوقف نهائيا. 1/10 هي ليست نهايتنا أبدا، ولا هي يوم وسوف ينتهي كل المحتجين بالشارع، لا بالعكس راح نستمر إلى أن يتم تحقيق المطالب أولا، وثانيا لتحسين معيشة الشعب العراقي، الشباب بالخصوص اللي عانوا من هاي الحكومة، وراح يكون إن فت كلام مختلف بهذا اليوم. كان من المفترض أنه حكومة تصريف الأعمال الحالية، حكومة الكاظمي، من مهامها الأولوية والرئيسية هي كشف ما يسمى بالطرف الثالث، ألا وهم قتلة المتظاهرين. لكن نحن نشاهد بأم عيوننا ونسمع بآذاننا أن ملف قتلة المتظاهرين أصبح اليوم ملف للمساومة من قبل الحكومة، ولم تتحقق أي قضية ولو لشهيد واحد في ظل هذه الحكومة البائسة. قد استفدنا من أخطائنا السابقة، سوف تكون هذه المرة يوم 1/10 يوم مرعب في التنظيم وتوحيد الصفوف وتوحيد الشعارات، والشعار سوف يكون شعار واحد، ألا وهو شعار الشهيد الخالد الأرث العظيم، وهو الشعب يريد إسقاط النظام. كل من يقول هذه الذكرى السنوية لانتفاضة ثورة 90 العظيمة فيكون واهم. اليوم احنا مستمرين بتظاهراتنا، صار أكثر من 3 سنوات. بالنسبة لمطالبنا ما تحقق فتشي حتى نروح ونعلن عن ثورتنا، هي استذكارية فقط. احنا مستمرين من يوم 1/10/2019 وإلى يومنا هذا، ومستمرين إن شاء الله الحين تحقيق المطالب. لكن هذا اليوم يختلف جذريا عن ما سبقه من الأيام والسنين اللي فاتت. طبعا جاي نشوف أكو تفاعل قوي، ونشوف جميع فئات المجتمع متفاعلة بما يخص خطوة يوم 1/10، وأغلب الشعب العراقي راغب بالتغيير ويائس من هذه الطبقة السياسية. أما بما يخص الطبقة السياسية راهنوا على الوقت ونفس المطاولة، والحمد لله والشكر رغم ما إمكانياتنا محدودة، رغم ظروفنا الصعبة، إحنا مستمرين. وجايش ما يتقدم يوم ينكشف زيف الطقمة السياسية الفاسدة اللي استاثت على أرض العراق ومقدراته، وجاي نشوف الشعب يصير عنده وعي أكثر، جاي تنكشف مثل ما تقول وحشية هذه الأحزاب، أسلوبها القمعي والوحشي، شلون تصرف ويش شعبها بعيد عن الإنسانية. فإحنا مستمرين إن شاء الله، ويوم 1/10 إن شاء الله راح نكون بساحة النسور، وراح يلتف حول جميع أطياف الشعب. عندنا اليوم تنسيقية بلجنة مركزية من جميع المحافظات، من إقليم كردستان، من المحافظات الغربية، وأول مرة يكون أكو تنسيق عالي من عموم البلاد. إن شاء الله مستمرين، ويوم 1/10 راح نكون بساحة النسور، وبالإضافة راح تكون جميع ساحات جميع المحافظات راح تكون أكو تظاهرات، ويكون الشعب مثل ما تقول مساند هذه الثورة العظيمة، ومطالبنا واضحة وما نحيد ولا راح نتراجع عنها وين ما تأخر وين طال الأمد في تحقيقها. إن شاء الله احنا مستمرين الحين لطاحة بهذا الحقبة السياسية الفاسدة، ومطالبنا اللي هي حكومة إنقاذ وطني بعيدا عن البوق الكاظم مصطفى الكاظمي، تعطيل الدستور لحين تعديله، وانتخابات مبكرة إن شاء الله. احنا من 2019 اليوم احنا ما رجعنا لبيوتنا وقعدنا حتى نخرج مره ثانيه، لا احنا هاي طيل هاي السنين احنا باقين بالشارع نطالب بازاله هذه الطبقه السياسيه، هاي الطبقه السياسيه من 2019 يوم احنا نطالب بازالتها. اليوم هاي الحكومه هي حكومه الاحزاب، حكومه المحاصصه، اليوم نطالب بازاله جميع هذه الاحزاب الفاسده. اليوم احنا طالبنا مرارا وتكرارا بتعديل الدستور وانتخابات، فقدت كان انتخابات مبكره وصارت الانتخابات. اليوم نريد، اليوم احنا طلعنا راح نطلع بعد 1/10 مع جميع الاحرار
من هذا الوطن جميع الأحرار بدون مسميات، وهي باسم تشرين. لا نسمح لأي شخص أن يدخل بعناوين أخرى من جهات ثانية خصوم بين الأطراف. لا، أنا سنخرج 11 بإذن الله باسم تشرين، طالب بإزالة هذه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد ولا سوى منها الدمار والخراب. 11 هي مرور 3 أعوام على ثورة تشرين العظيمة، الثورة التي كسرت حاجز الخوف ووقفت بوجه الطغاة والمفسدين وسراق المال العام. الثورة التي ذهب ضحيتها 800 شهيد وأكثر من 25,000 جريح، المطالبين بحقوقهم المشروعة والمعقولة والمقبولة، لكن تم قتلهم بدم بارد على يد حكومة عادل عبد المهدي والميليشيات الوقحة الخارجة عن القانون. 3 أعوام ولم يكشف عن قتلة المتظاهرين، ولم يتم محاسبة أي فاسد. لنا رجعة مرة أخرى في 11 والنزول إلى الشارع وبقوة، رافضين تشكيل أي حكومة محاصصة وأي حكومة بوجود الحيتان الكبار والقضاء المسيس والسلاح المنفلت، مستمرون ولو كره الفاسدون. نعم نعم للعراق. طالبنا بانتخابات مبكرة، لكن تم إعادة نفس الوجوه الفاسدة الكالحة ونفس المحاصصة. لا فائدة من إعادة الانتخابات. المطلب هو الشعب يريد إسقاط النظام، إسقاط كل هذه الطبقة السياسية الفاسدة الفاشلة التي دمرت العباد والبلاد. احنا بالنسبة لنا مستمرين بالتنظيم من يوم 11/2019 واليوم هذا، والحمد لله والشكر احنا بهذا اليوم وصلنا لمرحلة تطورنا بقضية التنظيم، صار عندنا تنظيم أكثر، قاعدة شعبية أكثر، وعملنا على التنظيم وميزنا صفوفنا وبعدنا المبتزين، بعدنا الناس المخربين، والحمد لله والشكر بقت مثل ما تقول الصوت العالي لحد لهذا يومك هو صوت الناس الأحرار الوطنيين اللي عندهم حرص حقيقي على البلاد. وهذا يومنا راح سألت حضرتك بأنه راح يكون استذكاري إن شاء الله. ثورتنا مثل ما تقول انتصارها متوقف على مد البشري، إذا كانت هناك ثورة مثل ما تقول عارمة وراح يكون أكو نزول وسيل بشري تقدر توصف بالأعداد مليونية، إن شاء الله راح تكون هذه نهاية الفاسدين. أما قضيتنا إحنا شنو راح نسوي، هذا يرتكز على الأعداد والظروف اللي راح شنو اللي راح يصير عندنا، مثل ما تقول راح ندخل أو راح يواجهونا بقمع. الكل حادث حديث، هذا يتحتم مثل ما تقول للجنة، أكو لجنة مركزية ويتحتم هذا لكل حادث حديث حسب المعطيات. احنا راح نتواجد الساعة 11 صباحا 11 في ساحة النسور، قريب على مركز القرار، قريب على الخضراء، وإن شاء الله راح تكون مثل ما تقول هاي نقلة نوعية للاحتجاج. رغم ما قبل سنوات تظاهرنا ببقية المحافظات، تظاهرنا برمز الحرية اللي ساحة التحرير، بس هالمرة تختلف. راح نحاول جد إمكاننا نكون قريبين على أصحاب القرار، وهاي القلعة المحصنة قلعة الفساد الغبراء نحاول جد إمكاننا نخليها مثل عامة المحافظات البقية، يعني ما نخليها مثل ما تقول هالحصانة هاي والرمزية هاي اللي صايرة عند رؤساء الأحزاب. نحاول جد إمكاننا ولو كلفنا حياتنا، هذا القيد لازم نكسره. نخرج مع الوطنيين الأحرار الذين سيساندون، وبعيدا عن ولا نسمح كذلك ولا نسمح التدخل من جهة أخرى وركوب الموجة. لأن صراحة نحكي اليوم من يتهمنا أو كحديث الشارع يقول من المحتمل أن التيار يدخل معكم لركوب الموجة. نقول لا، نحن ما عندنا أي إشكال، أي عراقي وطني حر يخرج في هذه التظاهرة لا مع لدينا، ولكن لا نسمح بركوب الموجة من أي شخص كان تحت شعار التيار أو غير التيار. ولا ننسى أيام التظاهرات، أيام الأولى، السنة الأولى والثانية، لأن ما زال صراحة إذن حمرة من جرة الإذن. 11 هو يوم النزول، هو يوم نصرة المظلوم على الظالم. 11 ستنزل جميع المحافظات في بغداد وفي جميع الأماكن في ساحة التحرير وساحة النسور لإسقاط هذه العملية الفاسدة التي حكمت العراق منذ 2003 لحد الآن، الذي نهبت وسلبت وقتلت وجوعت الشعب العراقي.
فإن رغيف الخبز لا يجي بسهولة، لازم تقطع الطالب بيه. الناس ماتت من الجوع، الناس قتلت، الناس سبت من وراء هذه الطبقة السياسية الفاسدة. نحن كثوار في جميع أنحاء العراق سوف نخرج، ومن لا يستطيع الذهاب إلى بغداد سوف يخرج، يقول النزول في المحافظات أيضا وفي الساحات وفي جميع الساحات، وأيضا النزول موحد كل أطياف الشعب العراقي، الكل تحت اسم واحد، لا تشرين ولا تيار ولا أي فئة معاوية، كل تحت اسم واحد راح ننزل للشارع إن شاء الله. وإن شاء الله يوم الدخول 11 يوم الدخول إلى الخضراء ادخلوها من جميع الأبواب، من ساحة التحرير ومن ساحة النسور ومن ساحة الفردوس لحد إسقاط هذه الحكومة المحلية للطبقة الفاسدة. طبعا بعد ما انطلقنا في 11/2019 ما يقارب صار لنا السنة الرابعة دخلنا عليها، اللي هو كان هدفنا كمتظاهرين اللي هو إسقاط نظام جذري، قلع النظام هذا، نظام الأحزاب، نظام الطائفي، النظام القاتل، النظام السارق، تغيير جذري. لكن بعد ما طالبنا وبح صوتنا وقتلوا منا المئات وطبعا سقطوا منا الجرحى بالآلاف، لكن وبعد المئات من المغيبين والمئات من المهجرين من قبلنا، لكن إلى الآن لم نرى تغيير جذري ولم نرى تدخل من قبل الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي ولا المرجعية أطلاقا. خلونا تركونا وحدنا نصارع هذه الأحزاب القاتلة الذي أتت إلى العراق بعد 2003 من خارج الحدود خلف الدبابات والهمرات الأمريكية وبمساعدة الحكومة الإيرانية القاتلة الفاسدة. لكن اليوم نتفاجأ من قبل هذا النظام أنه يصارع ما بين الشعب وليس ما بينهم. واليوم حقيقة بعد الانتخابات، صار لها سنة من انتهاء الانتخابات، طبعا هذه الانتخابات صار لها سنة ومشكلين حكومة، صراع ما بينهم من أجل الكراسي ومن أجل المغانم الشخصية. لكن اليوم هذا الصراع تحول إلى صراع شعبي. اليوم الشعب بدأ يوم على يوم الشارع في غيلان، اليوم الشارع بدأ يثور. السنة هذه سنة 2022 1 تشرين يختلف عن السابق، 1 تشرين يريد تغيير جذري، تغيير جذري ليس تغيير ترقيعي كما يتصورون. وهذا الشعب بعد ما راح يرجع إذا نزل للشارع أطلاقا، مستحيل، لأن اليوم يوم على يوم بدأ الغيلان. اليوم الشارع بدأ بأكمله متظاهر، المحاضر متظاهر، العقود متظاهر. اليوم كل فئات الشعب العراقي هي مظلومة، واليوم الطالب بحقوقه. اليوم احنا كواحد عشرة راح ننزل للشارع وننزل للساحات بعموم العراق، هدفنا وشعارنا هو إسقاط النظام وتغيير، طبعا تغيير الدستور بأكمله، وتغيير قانون الانتخابات ليس القانون الأجنبي، وتفعيل قانون الأحزاب، ومن ثم بعدين الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد ما ينضحك علينا. المطالب هي عامة، المطالب هو إسقاط الحكومة المركزية بالكامل، ونطالب بنظام شبه رئاسي، نظام شبه رئاسي، لا عودة للبرلمان، والبرلمان نفس الطمغة ونفس الفاسدة ترجع، هؤلاء الفاسدون نفس الشيء راح يرجعون، لأن الدولة بيتهم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هم بيتهم، هي مو مستقلة، فما راح نطالب لا بعودة الانتخابات ولا محسن إسقاط النظام وانتقال إلى حكم شبه رئاسي في العراق. نعم سوف نطالب ونطالب بمحاسبة قتل المتظاهرين وبإخراج المغيبين من في السجون، المغيبين في السجات العراقي وحالها أخرى من المتظاهرين لحد الآن مفقودين، وعدنا علم بهم. هناك أدلة وإثباتات إن شاء الله راح ننقلها للقضاء العراقي لمحاسبة القتلة. في مثل هذه الأيام قبل 3 سنوات كانت الاستعداد جارية على قدم وساق من أجل قيام ثورة تشرين العظيمة التي ضحى فيها عشرات بل المئات من الشهداء وحوالي 35,000 جريح، من ضمنهم حوالي 5,000 معوق إعاقة دائمة. ثورة تشرين هي الثورة التي هزت روش الطغاة، هي الثورة التي غيرت، وإن كان التغيير ليس جذريا ولكنها هيئت الأرضية للتغيير الجذري الذي سوف نراه في قادم الأيام.
ثورة تشرين سوف تنتصر على الطغاة ولو بعد حين، كما قالها الشهيد القائد إيهاب جواد الوزني. ثورة تشرين هي بصمة عراقية عصية على المحو، عصية على النهاية. ثورة تشرين لم ولن تنتهي، ثورة تشرين ثورة شعب العراق. أي بوصلة لا تشير إلى كشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين فهي بوصلة مشبوهة، هدفها تميع أهداف ثورة تشرين، هدفها القضاء على ثورة تشرين، هدفها الشوشرة لا أكثر. بالنسبة للتحقيق في مقتل الشهيد إيهاب جواد الوزني، طبعا الدولة وصلت إلى القاتل، ولكنه مع شديد الأسف اعتقلت هذا القاتل، ولكنها لم تقيم الحد عليه، لم تنفذ الجزاء العادل بحق هذا القاتل وهو الشخص الرئيسي طبعا في عملية الاغتيال. الدولة العراقية مع شديد الأسف اليوم العدالة مغيبة عنها، الدولة العراقية بلا قانون، بلا عدالة، بلا عدل. حتى تشرين لم تنتهي حتى محاسبة كل خائن وكل مجرم. أين قتلت إيهاب الوزني؟ أين قتلت فاهم الطائي؟ نحن باقين على طريق إيهاب الوزني، قال هناك من الشباب من يكمل المسير، نحن نكمل المسير إن شاء الله من بعد أبو فهد وفاهم الطائي إن شاء الله. إن شاء الله ثورة تشرين مستمرة وواحد عشر قادم إن شاء الله، متهيئين وجاهزين إن شاء الله، والأغلبية المحافظات يعني راح تصير مركزية في بغداد، وبعض الشباب بالمحافظات إن شاء الله، وكربلاء لديها مظاهرات يعني قوية إن شاء الله، وباقين مستمرين. ولحد الآن أي نتيجة ماكو عن قتلة إيهاب الوزني؟ أي نتيجة؟ نصبت الحجية أم إيهاب الوزني خيمتها في محكمة كربلاء، والقضاء لا يحرك ساكن، لا يحرك ساكن. نطلب من القضاء أين قتلة إيهاب الوزني؟ أين فاهم الطائي؟ وإن شاء الله باقين مستمرين حتى محاسبة كل خائن وكل مجرم. تشرين مطلبها الرئيسي محاسبة قتلة المتظاهرين. أين محاسبة قتلة المتظاهرين الذي وعد بهم مصطفى الكاظمي وبعد مصطفى القاضي؟ أين القضاء؟ أين دور القضاء؟ باقين مستمرين إن شاء الله. العراق مقبل على تاريخ عزيز جدا على جميع العراقيين وبالذات الثوار، وهو يوم 11 المقبل إن شاء الله، يصادف 11/2022. انطلقت هذا هو تاريخ أو ذكرى لانطلاق ثورة لأول مرة في العالم تقف على ضد أعتى الظلمة والفاسدين والمجرمين المتمثلين بالحاملين الأجندات الخارجية والذين يحكمون العراق باسم العراق. 11 سوف لا يكون يوما استذكاريا، بل سوف يكون يوما للقضاء على هذا النظام الفاسد الذي أتى به الاحتلال. بالنسبة للتحقيقات، التحقيقات طبعا كما أسلفت قبل قليل الدولة وصلت للقاتل، وسوف نكشف عن هذا الأمر، أمر التحقيقات، في قادم الأيام إن شاء الله في مؤتمر صحفي. اتفقوا على التوحيد، وإن شاء الله التوحيد مستمر وسوف يعلن عنهم في الأيام القادمة. هدفهم توحدوا على هدف واحد، وهو إسقاط النظام، إلغاء الدستور، وكذلك محاسبة الأحزاب بما يشبه اجتثاثهم، لأنهم شاركوا في سفك قطرات دماء العراقية، وكذلك نهب وسلب ثرواتهم وانتهاك سيادة العراق. لذلك هو هذا هدف تشرين. أي تجمع أو أي تنظيم يدعي غير ذلك فهو مندس من الأحزاب ويخدم أجندات الدول التي حكمت العراق طول 19 سنة. وقد يسأل سائل، هل إن يوم 11 هل هو ذكرى أم ثورة؟ لكن إحنا اليوم كثوار نقول وإنما هو انتفاضة، انتفاضة جماهيرية مليونية، ونطلب من كل شباب وشيب ونساء الجماهير العراقيين أن يخرجوا بثورة عارمة يوم 11 معبرين وسلمية، ومعبرين عن غضبهم من هذه العملية السياسية الفاسدة. وقد يقول قائل، لنعطي فرصة إلى العملية السياسية، إلى متى نعطي هذه الفرص؟
فقد تم إعطائهم فرصة في انتخابات سابقة وهي مسرحية، وقد أعلن موقفهم التشارنة أو التشرينيون، أعلن موقفهم أنهم مقاطعون لهذه العملية السياسية. ونسبة المشاركة اليوم أصبحت 20%، والرافضين من الجماهير العراقيين 80% من الشعب العراقي رفض هذه العملية السياسية ورفض الدخول بالانتخابات. إذن لنحتكم إلى الديمقراطية التي هم يزعمون إليها. الديمقراطية تقول أنه النصف زائد واحد، والآن الشعب 80%، يعني أكثر من ثلاثة أرباع الشعب العراقي رفض العملية السياسية ولم يشترك بالانتخابات. إذن لنحتكم إلى الديمقراطية ونقول أن هذه العملية السياسية باطلة، مرفوضة من قبل الشعب، ولا شرعية لها. يعني هذه الحكومة هي دمرت بلد، هي ما ساعدت بلد، هي بكل الاتجاهات وكل يعني هواية أشياء، يعني هي ظلمت الشعب العراقي، ظلمت الشعب، لا تعيينات، لا خدمات، لا أي شيء، يعني فادت بس أحزابها ولا الدول المجاورة، مو ولا أهل بلدها. العراق تعب، العراق عانى ما عانى، العراق لازم يبدي ينهض، لازم يبدل خلاص من هذه الأحزاب، الأحزاب المتمردة التي دمرت العراق طيلة هذه السنوات. وبالنسبة لي أنا كناشط مدني صار لي 12 سنة أو أكثر من 12 سنة أطالب بإزالة هذه الأحزاب، كل الأحزاب الموجودة بدون استثناء، لا أطار ولا تيار ولا تيار حكمة ولا عصاب ولا خرسان ولا أي واحد موجود حاليا، لهم هم دمروا البلد بحكمهم، حكم لا هو حكم طاغية، لا هو حكم متمرد، لا هو حكم، يعني ما نعرفه شنو من حكم هو، يعني يريد يتسلط على شعب، انه الشعب يريد الشعب لا شيء، اسكت اسكت كله، انه الشعب يسكت، ما يطالب بحقوقه، ما يطالب بتعيينات، ما يطالب بغير شيء، يعني لا متى يبقى هذا الشعب ساكت؟ احنا ما نسكت، احنا نبطي دماء. انا صار لي 13 سنة هذا العالم العراقي لابسه، انه انا لازم اضحي من اجل بلدي، اضحي من اجل شعبي، هذا العراق المغصوب، العراق تدمر، العراق انا جاي اشوفه ولاء الغير دول، ولا يعني ذول الاحزاب الموجودين ولا هم الايران ولا هم الغير دول ثانيه، يعني ما نريده، احنا نريد بلدنا، نريد حدودنا محكمه، حدودنا نريد العراق يرجع مثل قبل، العراق صاحب سياده، العراق دوله محفوظه، مو كل من هب ودب يجي للعراق ويجي، يعني العراق تدمر، يعني احنا شبابنا تدمرت، يعني شنو خريج يتخرج يطلع للمسطر؟ يعني المن يشتكي هذا الشعب، المن يشتكي؟ تشرين لازم تنتصر، الشعب لازم يطلع من كل الاتجاهات، لازم يطلع، لازم يعلن ثورة، لازم يتخلص من هذه الأحزاب التي دمرت العراق. منذ 2003 ولا اليوم الأحزاب وهذه السلطة الموجودة اللي تحكم العراق اليوم عاثت بالعراق فساد نهب وفساد وعمالة وتخريب وقتل وكل أنواع العذاب للشعب العراقي. فبدأ عندنا حراك وطني منذ سنة 2011 واستمر إلى سنة 2015 2017 2018 آخرها كانت ثورة تشرين العظيمة، هذه الثورة العفوية اللي انتفضت بوجه هذه الطبقة السياسية الفاسدة، كانت ثورة عفوية غير منظمة، لذلك ما استطاعت أن تحقق أهدافها، لكن هزت أركان هذا النظام الفاسد. بعد هذه التجربة بدأنا نعمل على تنظيم الأمور وما يكون تكون الثورة القادمة عفوية، وندعو الناس إلى قلع هذا النظام الفاسد. فبدينا بالمحافظات المنتفضة أن ننظم هذه الأمور، وتشكلت لجنة ولله الحمد، اللجنة المركزية للاحتجاجات اللي راح تقود خطوة يوم 1/10 واللي دعت إلها أيضا بالشهر المقبل 1 تشرين، اللي راح يصادف ذكرى انتفاضة ثورة تشرين عام 2019. وإحنا ما راح نستذكر، راح نقول أن ثورة 2019 ما زالت مستمرة، ما راح يكون استذكار. دعانا كل الشعب العراقي للانتفاض على هذه الطبقة السياسية الفاسدة، راح يكون تجمعنا في ساحة النسور مطالبين بإسقاط هذه المنظومة وهذه الأحزاب، سواء كانت ككيانات أو شخص اللي داروا البلد من 2003 لليوم، وندعوهم أيضا إلى ترك البلد وترك سلطة البلد للناس الوطني، للناس الأشراف، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه. هذا اللي نتمناه، وأيضا احنا نرى أنه من حقنا الدستوري أن نتظاهر في أي
أرض في أي مكان. لذلك قررنا هذه المرة التظاهر في الخضراء، راح يكون تجمعنا في ساحة النسور وثم الانطلاق إلى داخل الخضراء اللي هي فيها المقرات الحكومية، من رئاسة الوزراء، من رئاسة البرلمان إلى مجلس القضاء الأعلى. فهذه هذا المكان اللي هو مصدر القرار، احنا راح تكون تظاهراتنا يما في ما بعد. احنا راح نقرر فيما اذا كان اكو اعتصام او استمرار من عدمه، هذه ما اقدر اقول عنها حاليا، تبقى انه قرارات اللجنة المركزية لازم تكون مجتمع بها، وتبقى انه قيد الكتمان الى يوم النزول. بالنسبة لثورة تشرين في 1/10 هي احياء ثورة مذبوحة في 1/10 ذبحها السياسيين الموجودين الذين حكموا العراق طيلة هذه السنوات الماضية 19 عام. يعني لازم احياء ثورة، لازم الشعب ينزل للشوارع، يعني الشعب انتهى، شعب مظلوم، شعب الحكم الماضي الموجود حاليا ما خدم الشعب، بالعكس السياسيين دمروا الشعب، لان ولاءهم لاحزابهم ما ولاءهم لوطنهم. راح تصير بالمحافظات، وراح تصير ببغداد، وراح تصير بساحة النسور، وراح تصير بساحة التحرير، وراح تصير على مستوى محافظات كل المحافظات. الشعب راح يطلع على مستوى كل المحافظات، يعني بساحة التحرير راح تطلع العالم، بالنسور راح تطلع الناس، بالمحافظات بكل مكان راح تطلع. يعني لازم نسوي لنا حل. يعني شغلة مصير بلد احنا. السياسيين بعد ما يحددون مصير هذا البلد، هم بالعكس هم دمروا هذا البلد، ما حددوا له اي مصير طيلة هذه السنوات الماضية. والله كل المحاولات احنا راح نسويها، كل المحاولات، اما اعتصام، اما دخول للخضراء، كل شيء يعني راح نسوي، اي شيء احنا بالنسبة لنا يجيب نتيجة عندنا لازم نوضع حل. هاي الحكومة لازم تنزال. حاليا لربما بعد ايام سوف نقترب الى فترة السنة مضت على انتخابات مزيفة ومحرفة ومسرحية ولم تشكل حكومة. اسأل كل التاريخ اللي موجود بالعالم وكل الدول، هل هنالك انتخابات امدها سنة ولا تشكل حكومة، ومتوقفة مصالح العراقيين، متوقفة الاعمار، متوقفة الامور المادية التي هي اساس حياة المواطن؟ والان لنذهب الى السوق، تجد ابو المحل يعاني، تجد ابو التاكسي يعاني، تجد حتى الموظف يعاني نتيجة الركود الاقتصادي، نتيجة توقف مصالح الحكومة او مصالح الشعب من خلال توقف الحكومة. لذلك اليوم خروجك في 1/10 ان شاء الله القادم هو ليس خروج انما احتفال او انما تحتفل وتعود او انه مجرد تعبير رمزي وتعود، لا، نريدها نكون تكون انتفاضة، انتفاضة حقيقية ترفض العملية السياسية. لننظر الى خير مثال الان شعب الايراني. الشعب الايراني خرج بتظاهرة، صار الاسبوع الثاني اليوم، خرج بتظاهرة رافض حكم اللا اسلامي الذي يحكم ايران. اليوم نريد من العراقيين ان يستنسخ نفس هذه التجربة، بعد ما ان استنسخ الشعب الايراني تجربة العراق في 2019 وانتفض وانفجر داخل ايران. اليوم نريد وبالمناسبة طبعا احنا اليوم ثورتنا قسم من عندها يقول انه نعيد ذكراها، اعادة الذكرى لشيء انتهى، لكن نقول ان تشرين لم تنتهي، وانما اشبه بالمعركة. عندما تحدث المعركة تحدث هناك جولات، وفي هذه الجولات لربما تحدث استراحات، لنقل هناك اصبحت او حدثت استراحة ثائر خلال هذه الفترات، وصادفنا كثير. مثلا عندنا صارت كورونا، من صارت كورونا الجماهير جلست ببيوتها على مود امور صحية، هذه اصبحت استراحة ثائر. صار اكو عندنا ظروف معينة مرت على الثوار وايضا استراحة، وايضا هذه استراحة ثائر. لنقل اليوم كنا في استراحة ثائر، وان شاء الله تنتهي استراحة الثائر ويبدأ بانفجار الثورة وتصبح كالبركان، وتصبح بركان يلهب تحت أقدام الأحزاب والميليشيات الإيرانية. احنا نتوقع من هذا القوى المجرمة كل شيء، لكن بالنتيجة احنا نازلين منظمين، عندنا شباب ينظمون هذه الاحتجاجات، فالتنظيم قد يقلل الخسار.
وحملنا رئيس الوزراء والقوات الأمنية المتواجدة هناك مسؤولية أي حدث يكون أنتم راح تكونون المسؤولين عنه، لأن مو مسؤوليتنا أنه إحنا نحمي الناس، فهذه مسؤولية الحكومة الموجودة والقوات الأمنية، هي مسؤوليتها أن تحمي المحتجين السلميين العزل. إحنا نؤمن بالسلمية وراح نستمر بالسلمية، لكن متوقعين كل حدث يصير، وخصوصا أنت جابه سلطة فاسدة، أحزاب تمتلك ميليشيات مسلحة، فمتوقعين أي حدث يصير ناس بلا ضمير وبلا رحمة. نتوقع كل شيء من هذه الحكومة، لأن هي جاي على مناصبها، جاي على مغانم، جاي على مناصب، يعني ما تفكر بشعب ولا تفكر بوطن ولا تفكر بأي شيء، هي جاي تفيد نفسها وبس. احنا نستقبل كل شيء، نستقبل الضرب على بلدنا، غير نستقبل الضرب، نستقبل كل شيء، دخانيات، نستقبل مي حار، كل شيء نستقبل، مستعدين لأي شيء، بس هذا البلد احنا ما نتخلى من عنده ولا نعوفه. بالنسبة لتظاهراتنا اليوم 1/10 هي أولا تذكير ذكرى للتظاهرات الأولى، وثانيا هي مستمرة بمطالبها، مطالب ثورة تشرين، وهذه المطالب هي معنونة هو إلغاء النظام، إلغاء الدستور وإسقاط النظام برمته. وبالنسبة للتفاوضات اللي هم ينشرون على الإعلام بأن تشرين هي طرف من التفاوضات، لا يوجد أي طرف من تشرين، وبالنسبة للأحزاب اللي شاركت بالانتخابات، تشرين هي ضد أي انتخابات حصلت، لأن هي ضد النظام الانتخابي الموجود بالعراق، لأن الحكومة الإطارية الموجودة والحكومة والأحزاب هي خرجت تشرين ضد هذه الأحزاب الفاسدة وضد النظام برمته، سواء كان سني، شيعي، كردي، وكل الأطياف، هي كل الأطياف الموجودة هي فاسدة، والتناحرات الموجودة في هذا النظام والاتفاقيات التي تحصل بتأسيس هذا النظام وتشكيل الحكومة هي كلها كذب، والدليل على ذلك أنهم صاروا أكثر من سنة لم يحصلوا على اتفاق بوضع حكومة مشكلة للعراق، لحد الآن هي حكومة تصريف أعمال، لذلك تشرين مستمرة وليس ذكرى ثورة تشرين، وإنما تشرين هي تبدي من 1/10 هي مستمرة ضد هذا النظام، لإسقاط النظام برمته. ترى صدقني لو تعيش حياة عزيز وكريم، لو بلاها نموت وإحنا عزاز وكرام. يعني أنا أموت أبوت عايش وأشوف بلد الجيران اللي كانت أفقر من العراق، تشوف ابنها كيف مترف، شوف جوازه، جواز السفر مالته يسفر لكل الدول، وانت الوحيد العراقي لحد هذه اليوم جوازك محتقر في كل العالم، راتب ما عندك، توصل عمرك للستين سنة وللخمسين سنة وللأربعين سنة وما عندك سكن يفصلك عن أهلك أو تتزوج وتستقر. هذه حياة مواطن؟ هذه أنا هاي أردسيلك بها المواطن العراقي، أريدك تنفجر، أريدك تنفجر العراقي يوم 1/10 تطلع مفجور كل هذه الأحداث تتذكرها.